طيب الآن إلى باكستان وتحديدا إلى شاب باكستاني يدعى خان بابا، يبلغ من العمر 24 عاما، ويتميز خان بابا كما يطلق عليه بوزنه الزائد وضخامة الجثة، ويهوى أيضا رفع الأثقال والأشخاص والبني أدمين كمان يعني. لو تعرفين وش يأكل، وهو يتغذى يوميا على 5 لترات من الحليب الطازج وثلاثة درازن من البيض وأربعة دجاجات، كما يحلم أن يصبح بطل العالم في المصارعة الحرة. هذا يبغى له مؤونة. أنا خايفة يأكل البطل العالم في المصارعة الحرة مش يصارعه بس. نشوف التقرير. خان بابا أو هولك باكستان كما يسميه البعض، اسمه أرباب خضر حياة، ويناهز من العمر 24 عاما. يزيد طول خان بابا عن 6 أقدام، وقد بدأ وزن خان بالزيادة المضطردة في سن 18، حيث يبلغ حاليا 440 كيلوغراما، وهو يسعى إلى زيادة وزنه أملا في المنافسة على لقب بطل العالم في المصارعة الحرة العالمية. أتناول 10,000 سعرة حرارية يوميا، وأكل في وجبة واحدة 2 كيلوغرام من اللحم والدجاج، إضافة إلى الرز والخبز والفواكه ولتر من الحليب، وأريد أن يبلغ وزني 500 كيلوغرام. أستطيع حمل ثقل يزن 5,000 كيلوغرام وإيقاف جرار بيد واحدة، وأزاول التمارين ل3 ساعات يوميا. ينحدر خان من عائلة ميسورة وفرت له أسباب الراحة. عشق خان بابا مشاهدة منافسات المصارعة الحرة العالمية ورفع الأثقال منذ صغره، وهو يتمتع بروح الدعابة مع رفقائه وتجربة مهاراته عليهم أدت في أحايين إلى إصابتهم برضوض. وكثيرا ما تعرض خان لمواقف محرجة بسبب ضخامته. مرة أهداني والدي مركبة، وما أن جلست على الكرسي الخلفي حتى كسر محور العجلات الخلفي، وشعرت حينها بحرج شديد. والدي تقبل الموقف برحابة صدر. لكن ضخامة خان بابا لها ضريبتها، فهو يقاسي الأجواء الحارة ويعاني من شح الملابس الجاهزة التي تناسب مقاسه، وصعوبة في تنقله وترحاله. ورغم اعتقاد البعض أن خان بابا يعاني حالة مرضية بسبب وزنه الزائد، مشككين بقدرته على المنافسة، إلا أنه ينفي إصابته بأية مشاكل صحية ويؤكد أنه يحيا حياة طبيعية وهانئة. خان بابا ليس شخصية تراثية أو سينمائية خارقة، بل هو مجرد إنسان عادي سعيد بحياته وفخور بوزنه وقوته، ولا يزال الأمل يحذوه في أن يصبح يوما ما بطلا عالميا يشار إليه بالبنان. عبد الرحمن زيني، العربية، مردان. يعني والله المشكلة جسمه غريب، يعني ما تقولين هو سمين، هو معضل، هو بس أنت شايف فيه ما شاء الله مرونة، يعني يعمل بوش أبس، سكواتس، يعني التمارين الرياضية اللي يعملها يعني مستحيل تشوف طريقة حتى تتوقع. تمرينة تحسين أنها مش طبيعية. في شيء غلط، لأنه يمكن الوزن أكثر فوق، ما أدري، شيء غريب. على العموم يعني الله يعين، أتمنى له التوفيق. والله والبضائع اللي يجيبونها له كل يوم يعني مساكين.